بهذه المناسبة الولايات المتحدة الأمريكية قد سطر خطة أمنية محكمة لاحترام تطبيق الإجراءات الصحية الأخيرة المقررة من طرف السيد الوزير الأول، حيث سبقتها إجراءات استباقية تحسيسية توعوية للمواطنين، الأمر الذي التمسناه في الميدان وجدناه في الميدان من خلال الاستجابة الكلية لساكنة مستغانم من هذه الإجراءات، حيث خلت كل الشوارع والأحياء من المواطنين استجابة للإجراءات الصحية المطبقة. التزموا بيوتكم حتى يمر العيد بدون عدوى.